الانتيبيوتيك هو كيتنصح ملي كيكون عندنا تعفن بكتيري، اما ملي كيكون عندنا تعفن فيروسي فهنا المناعه ديالنا اللي كتخدم والداس ديالنا هي اللي كتفرز واحد المواد كيتسموا لي زانترفيرون. هاد المواد هادو هما اللي كيتصداو لينا الفيروسات، يعني المناعه ديالنا. يعني اهم حاجه في هذا الفصل هذا هو نخدموا على المناعه ديالنا. وحتى الانتيبيوتيك الانسان الا طول الاستعمال ديالو او ما كملوش في المده ديالو، مثلا نفرض ان عندنا تعفن بكتيري، الانسان خدا الانتيبيوتيك بوصفه طبيه، لان التطبيب الذاتي بالانتيبيوتيك حتى هو غير منصح به، لان في بعض الحالات كاين بعض الانواع ديال الانتيبيوتيك اللي كيكونوا كيعطيونا حساسيه للداس ديالنا، كاين بعض الانواع ديال الانتيبيوتيك اللي كيكونوا خطر على بعض النوع ديال الناس اللي كيكون عندهم مشاكل ديال الكبد، مشاكل ديال الكلي، بعض الامراض المزمنه كذلك. فهنا كنستعملوا انواع اخرى ديال لي زونتيبيوتيك، لان تقريبا كاينين واحد ال 15 فامي ديال لي زونتيبيوتيك. وهنا هاد الانتيبيوتيك اللي كيصلح لكل واحد كيخص الطبيب اللي يعطيه ليه. وكنزيد ناكد بالنسبه للاطفال، لان حتى الاطفال باش نبقاو كل ساعه يمرض الطفل نمشيو ناخذوا ليه الانتيبيوتيك بدون ما نستشروا مع الطبيب، هنا كناثروا ليه على المناعه ديالو، كناثروا ليه على المناعه ديال الجهاز الهضمي اللي هي الاساس في المناعه الذاتيه، لان كنقتلوا واحد يعني اللي بيفيدو باكتيري اللي كيكونوا عندنا في 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 في, في الامعاء ديالنا، هادو اللي دائما كيقويوا لنا المناعه وكيخليوا المناعه ديما كتبقى على يقظه. فكيمكننا هاد لا فلور هادي انتستينال اللي كتكون عندنا او هاد البكتيريا النافعه اللي كتكون عندنا في الامعاء ديالنا كيمكن نفقدوها وأثرنا هادشي سلبا على الصحه ديال وليداتنا. غادي ناخذ فاطمه اللي عندها سؤال على الاذنين، ومعنا طبعا مكالمات المستمعات. فاطمه معنا من العيون، صباح النور. صباح الخير اختي سناء، كي دايره؟ لاباس الحمد لله. لاباس عليك. الله يبارك فيك، مرحبا بك معنا العيون الشرقيه. مع الدكتور عماد. الله يبارك فيك، مرحبا اختي. شكركم على هذا الموضوع اللي راكم دايرين. مرحبا، شنو سؤالك تفضل؟ السؤال ديالي عندي الودن، وفوت اختصاصين تاع الاذنين تاع الانف والقرو والعنق. الانف والاذن والحجور. انقطع لها الخط في انتظار انها ترجع عبد الرحيم. غادي طبعا نحن بغينا نعرفوا السؤال ديالك باش نقدروا نساعدوك. غادي ناخذوا ابتسام. اهلا بك ابتسام من اسفي. سلام. مرحبا بك على راديو اصوات ابتسام. شكرا. كنشكركم على هذا البرنامج القيم ديما كنصمتوا ليه. مرحبا وشكرا على الوفاء ديالكم. شنو سؤالك؟ عافاك بغيت نسول الدكتور عماد. اي مرحبا. عندي واحد البنيته عندها 4 سنين دابا. 4 سنين. اها. وكنت ديتها عند طبيب ديال الجلد وكيخرجوا ليها شي فطريات في شعرها. فطريات؟ كيكونوا حمرين. وكتبقى تشكهم بزاف واكثريه من كتعرق. والطبيب خرج لينا غير شي دواء قال لك ديال صدفيه، ملي درنا التحاليل ما ماشي صدفيه. واخا الطبيب هذا اللي مشيتو عنده اختي واش طبيب مختص يعني في الجلد ولا غير طبيب عام؟ لا طبيب مختص ديال الجلد. اها. هو اللي شخص، هو اللي شخص صدفيه. واش التحاليل اللي درتو واش الطبيب اللي رجعتهم لهذاك الطبيب نيت، ولا درتو التحاليل وعطيتيهم لطبيب اخر اللي شافهم؟ لا رجعناهم ليه نيت، وقال لنا ما فيهم والو، التحاليل ما فيهم والو الحمد لله. ولكن اها ولكن شخص فطريات. لا قال لنا هو صدفيه، قال لنا هو كتبقى ترجع هذا مرض مزمن. اييه دابا باش نتفاهموا، باش الاخوات اللي عندهم نفس المشكل وكيسمعونا دابا، فاش لقيتي داك الطبايح حمر في الشعر او في ديك الجلده ديال الشعر ديال البنيته فاش مشيتي في الاول قال لك يقدروا يكونوا فطريات، منين دار التحاليل عاد بين بانهما عباره على صدفيه ياك؟ لا في التحاليل قال لنا التحاليل ما خرجوش فيهم حتى شي حاجه، لا صدفيه لا فطريات. اييه واخا. غير هو ملي شافها هكا البنيته عندها داك الشيء حمر في شعرها وما كيخرجوا على شكل دوائر، قال لنا راه تقدر تكون صدفيه، وخرجنا الدواء ديال الصدفيه وفاتت هذا شي مده ديال 15 يوم ورجع ليها الحمد لله. يعني ملي درت هذاك الدواء واخا، منين قال لكم الطبيب خذوا ذاك الدواء واش قال لكم انكم ترجعوا عنده تيشوف الحاله ديال البنيته ولا ما قالها لكمش؟ قالها لينا ورجعنا عنده ولكن غير حيدنا الدواء ثاني. لا شوف باش نتفاهموا اختي، راه الدواء مثلا الا هو شخص بدايه صدفيه ولا شخص صدفيه راه مرض مزمن، يا قلتيها بفمك، فمرض مزمن راه ما غاديش يمكن يفوت هذاك المرض 15 يوم وغيحيد. الامراض المزمنه هذه بالنسبه لك وبالنسبه لكاع الاخوات اللي عندهم هذا المشكل ديال صدفيه الشعر او هذه الصدفيه لا للوليدات ولا الكبار، الا كان مرض مزمن فالعلاج كياخذ مده، فالعلاج كيقدر يمشي من 3 شهور حتى العام.
فهمتي؟ هذا من جهه. من جهه اخرى هنا البنيته عندها 4 سنين، اذا المناعه حتى المناعه ديالها مازال ما تكوناتش ياك. اذا ملي دير ان شاء الله 9 سنين 10 سنين المناعه ديالها غتكون تكونات اكثر وتكون تقوات اكثر، فهنا هذا المشكل هذا غادي يبدا كينقص. فهمتي؟ هذا الشيء يعني ما يخلعكش، راه غير تبعي لها الدواء ديالها والامور غادي تكون بخير، لان الصدفيه راه ولا بدايه الصدفيه والصدفيه ما غاديش تعالج في 15 يوم اختي. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ لان ماشي غير مرض عادي، لا راه مزمن. تفاهمنا وخليك في الاستماع، فان شاء الله غادي نعطي وصفه للمساعده لهذا المشكل هذا ديال صدفيه الشعر. تحيه لك ابتسام من اشفي، غادي ناخذ مريم معنا من الدار البيضاء. اهلا بك على اذاعه اصوات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شكركم بزاف على المواضيع القيمه كنفيدوا بهم بها كاملين. الله يبارك فيك، شكرا. الله يخليك. بغيت نعرف واش تشقق القدمين واش داخل الصدفيه، هذا سؤالي الاول. وسؤالي الثاني، عندي بشره جافه دونك ما تنعرفش شنو لو ماسك، شحال من دابا كيدار في السيمانه، شحال من دابا كيدار كريم دي جور، ولا ندير شي حاجه طبيعيه بوصفات دكتور عماد. الا كان ممكن يعطينا وصفات ديال كريم دي جور، كريم دي نوي، لو ماسك ولا لو غوماج، شحال من دابا يدار وكيفاش يدار. واخا شوف بعدا السؤال الاول كيجاوبوا السؤال الثاني اللي سولتي، فالجفاف البشره كيعطينا داك تشقق القدمين ياك، كيعطي تشقق القدمين. اذا هذا سبب ماشي صدفيه، هذا هو الجواب. تشقق القدمين، يلا غنعطي وصفه لك ولكاع الاخوات اللي كيسمعوا لنا اللي عندهم هذا المشكل هذا ديال تشقق القدمين. فغادي ناخذوا جوج معالق كبار ديال زيت الزعتر، ثلاثة المعالق كبار ديال زيت الورد، وربعة ديال المعالق كبار ديال زبدة الكاريتي. إذن هذه غتكون في شكل كريمة. نعاود، جوج معالق كبار ديال زيت الزعتر، يعني الزيت الطبيعي ديال الزعتر، ثلاثة المعالق كبار ديال زيت الورد، وربعة ديال المعالق كبار ديال زبدة الكاريتي. هادشي كامل غادي نخلطوه في حمام مريم حتى يتخلط مزيان، نخليوه يبرد، والكريمة اللي كنحصلوا عليها غتوليو كدهنوا بها الأقدام ديالكم كل ليلة بواحد الماساج ديال 5 ديال الدقائق، اكيد من بعد ما تغسلوا الاقدام ديالكم وتنشفوهم مزيان. علاش؟ باش يرطابوا شويه، وكندهنوا بهم هذه الكريمه يوميا ما كنقطعوهاش، وان شاء الله في الشهر الاول كتولي كتبان النتيجه. هذه بالنسبه لتشقق الاقدام. بالنسبه للبشره اللي كتكون جافه، فان شاء الله انا غادي نعطيكم كريم يومي وكريم ليلي. وهذا الموضوع حنا غنرجعوا له الاسبوع المقبل امريم، لانه مبرمج عندي ان شاء الله نتكلموا عليه، والعنايه البشره خلال هذا الفصل هذا واللي كتولي كتعاني من الجفاف. خليك معنا في الاستماع دكتور، غادي ان شاء الله يعطيك هاد الكريمات هادو. غادي ناخذوا اكرام معنا من اكادير. صباح النور. صباح النور لك اختي سناء. اهلا مرحبا. مرحبا. عايزك بغيت نسول غير على عندي جوج تاع الوصفات وبغيت نتفاهم مع الدكتور. ايه مرحبا. الوصفه الاولى هي تاع واش فريمون الكافي كيساعد على التخسيس. ما سمعناكش، ما كنفرزوش، اشنو كتقولي يا اكرام؟ بغيت نسول على القهوه الخضراء الكافي فيغ. اييه واش كتساعد على التخسيس ولا لا؟ فالقهوه الخضراء بحالها بحال القهوه العاديه ياك، فيها ماده الكافيين. الكافيين شنو كدير؟ كتعطينا واحد التنشيط للداس ديالنا او الحركه ديالنا. غير هو الانسان من ياخذها ماشي غير هي بوحدها غادي تنقص الدهون، ضروري ملي كنشربوها كيخص الماء، كيخص واحد النظام غذائي وكيخص الحركيه. الا كنا جمعناها مع هذه الامور هذه كامله فهي غادي تعطينا فائده ان شاء الله. بالنسبه للحبوب ديال القهوه، 10 ديال الحبات ديال الكافي فيغ، هاد يعني القهوه الخضراء، ولا غير القهوه المحمصه حتى هي اللي كتكون محمصه اللي كنشربوا حتى هي، حتى هي راه عندها نفس الفائده. 10 ديال الحبات كنطبخوهم في كاس صغير، يعني كاس ديال العنبه ديال الماء حتى كيتطبخوا مزيان، كنصفيوه، وهذا الكاس هذا كنشربوه نص ساعه بعد الفطور، وكنداوموا عليه يوميا على الاقل واحد المده ديال شهرين. شنو السؤال الثاني اكرام؟ السؤال الثاني على بذور البصل. بذور البصل كاينه واحد الوصفه تاع زيت الزيتون وبذور البصل، كيقولوا بلي كتنبك الشعر وكتزيد الطول ديالو، واش صح ولا لا؟ فزيت بذور البصل يعني الزريعه ديال البصله، يعني غير هذه الاسماء كتكون على الانترنت اسماء عربيه، فهي زريعه ديال البصله. اكيد الا خدينا معلقه صغيره ديال الزريعه ديال البصله ودرناها في كاس صغير ديال العنبه ديال زيت الزيتون وحطيناها في حمام مريم مده ديال نص ساعه وخليناها ليله حتى تلقات،
فكيمكن هذا الزيت نصفيه وندهنوا به الجلده ديال شعرنا وشعرنا، نخليوه الساعه ونغسلوه ونديروها جوج المرات في الاسبوع، فغادي يعاون الاخوات اللي عندهم المشكل ديال تساقط الشعر، فهو كيقوي الشعر يعني كيعاون في تقويه الشعر. ولكن البصله محكوكه والماء ديال البصله مباشره على البشره هو اللي كيأثر لينا على الشعر ديالنا، فنتجنبوا هذه الوصفه هذه ديال البصله محكوكه وناخذوا الماء ديالها وندهنوا على الشعر ديالنا. تحيه لكم باكادير اكرام، غناخذوا سعيده معنا من الرباط. السلام عليكم. الو صباح الخير. اهلا بك سعيده وبالناس ديال الرباط وبصله. الله يكبر بك اختي سناء. تحيه كبيره للدكتور عماد اللي كنسمي انا شخصيا شرطه يمر الوصفات، ما كاينش وصفه تمر بلا الابن ديالو. الله يبارك فيك، مرحبا. لقب جميل. ما نقدرش نستعمل شي وصفه بلا الابن ديال الدكتور عماد نهائيا. الله يبارك فيك، مرحبا اختي. الله يخليك. عندي جوج اسئله. السؤال الاول كيتعلق عندي الكلف وجهي وبغيت شي وصفه فعاله للكلف. والسؤال الثاني بغيت نعرف ديال الراي ديالك دكتور في علاج عشبه الفوه بالنسبه لعلاج فقر الدم كيدار مع الحليب والخبز، واش هو في علاج فعال فقر الدم ولا لا؟ اكيد فالفوه بعدا ممنوعه، حيت انا نسمعوا بان الفوه كتعاون على فقر الدم، فبعدا ممنوعه عند السيده اللي حامله، الحوامل والمرضعات، يعني جوج ديال السيدات ممنوع منع الكل يستعملوها، لان بالنسبه للمراه الحامل او الاخت اللي كتكون حامله كتعطينا الانقباض ديال الرحم، اذا هنا الله يستر يمكن تعطينا الاجهاض. بالنسبه للمرضعات فالفوه الماده فيها اللي فيها كدوز عبر الحليب، وكيمكن تاثر على الخلايا العصبيه ديال الوليدات الصغار، لان وليداتنا اللي قل من 13 عام ما يمكنش نعطيهم نبته الفوه. الفوه الطريقه ديال الاستعمال ديالها ما نفوتوش فيها جوج معالق صغار في اليوم مطحونه، ومده الاستعمال ديالها ما غنفوتوش فيها شهرين. هذا كنهضروا على الفوه بالنسبه للعلاج. بالنسبه الى درنا خلطنا شويه مع الخبز ماشي مشكل، لان كتخلط مع العجين وكتخلط مع الماء، غير هي كما قلت ما تفوتوش فيها جوج معالق صغار مطحونه، يا اما تخلطوها مع الخبز اللي كتكونوا كتعجنوه، الا بغيتوا ديروها مع الحليب غادي ديروا نص معلقه صغيره ديال الفوه، يعني نص معلقه صغيره ديال الفوه اللي تكون مطحونه ومغربله مزيان، وتخلطوها مع كاس صغير ديال الحليب اللي كيكون سخون حتى يطلق، تصفيوه وتشربوه نص ساعه بعد الفطور. ولكن هذه الوصفه هذه غتستعملوها مده ديال 10 ايام فقط. ولكن شنو كتعاون؟ كتعاون داك الخزان ديال الحديد باش تحافظوا عليه، كتعاون ان الحديد اللي كيكون عندنا في الداس ديالنا كيولي نشيط، اما الا كان واحد النقص مزمن فضروري من الدواء، اذا نستعملوا الدواء، وهادو كتكون كوصفات مساعده. سؤال ثاني ديالك سعيده. على الكلف اختي سناء. الكلف عندك قديم؟ على الكلف عندك قديم؟ لا 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 وصراحه قديم، تكون 3 سنين دابا. واخا خليك معنا في الاستماع مباشره من بعد الفاصل. من بعد سؤال ديال سعيده من الرباط، الكلف ديال 3 سنين شنو هي الوصفه الفعاله اللي غتنصح بها سعيده وكل السيدات؟ بغيت نقول لكم على انه ايضا غنستقبلوا اسئله اخرى، ودائما خطوطنا مفتوحه لكم 05 22 77 24 24. فغادي ندير واحد الوصفه اللي غتكون بسيطه، وصفه اللي غادي يستعملوها كاع الاخوات اللي عندهم مشكل ديال الكلف والاثار ديال البقع، وصفه موحده للون البشره. هذه الوصفه هذه غادي نستعملوا فيها زيت السلميه معلقه صغيره، غادي نستعملوا معلقه صغيره ديال غذاء ملكه النحل، اذا هذه مهمه هذه الماده هذه، وغنستعملوا ثلاثه ديال معالق كبار ديال زبده الكاريتي باش نديروا كريمه مرممه ومبيضه. اذا هذا الخليط او هذه المكونات غادي نخلطوهم في حمام مريم تيتخلطوا مزيان، حصلوا على خليط متجانس، نخليوه يبرد، والكريمه اللي كنحصلوا عليها كنديروا بها مساج، كناخذوا شويه منها وكنديروا بها مساج على المناطق اللي عندنا فيهم مشكل ديال عدم توحيد اللون، مساج ديال 5 حتى 10 ديال الدقائق، وكنباتوا بها يوميا وما كنقطعوش هذه الوصفه نهائيا، وكنداوموا عليها دائما. ف ابتداء من الشهر الاول كيولي كيبين الفرق، وكتولي كتبان ديك النضاره ديال البشره ديالنا. غادي نرجع معك دكتور عماد كذلك لجوج ديال الامور اللي متعلقه بالوليدات اللي كتطلع لهم سخانه وبالوليدات اللي كيتخنقوا. هذا من الاسئله اللي تطرحت علينا بزاف، وغادي نرجعوا كذلك لسؤال الاخت نسرين على الوصفه ديال الشامبوان بالنعناع وبالعرعر. معنا الان مباشره من تطوان غناخذوا شيماء. اهلا بك شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك معنا في اذاعه اصوات. لاباس؟ الحمد لله. شيماء كاين شي برد في تطوان؟ الشتاء تبارك الله. الحمد لله، مرحبا بك، حنا في الخدمه. بغيت نقول لك انا ملي كيدخل لي الشتاء غير فصل الخريف وجهي كيحمر لي بزاف، والحبيبات حمر وجهي حمر بحال المحروق.
وهذوك الحبيبات كيعطوك الحكه ولا ما كيعطوكش الحكه؟ كيحكوني كيحكوك. واخا الماء كتولي كتشرب الماء بزاف في هذه الفتره هذه ولا ما كتشربش؟ لا كنشرب الماء عادي يعني ماشي بزاف. كتشرب. اذا هذه نوع من الحساسيه الشتويه. اذا هذا المشكل هذا ديال الحساسيه الشتويه هو اللي كيعطينا هذا المشكل. علاش؟ لان الخلايا ديالنا كيولي كيتفقد منهم الماء. علاش؟ درجه الحراره كتولي كتختلف، فهنا الماء ما كيبقاش محافظ على الخلايا ديالنا، وهذا الماء هذا اللي كيتفقد اكيد كتبعوا الحساسيه. علاش؟ لان الخلايا ما كيبقاش فيهم هذاك الكولاجين حيوي، ما كتبقاش عندنا المطاطيه ديالهم. فطريقه بسيطه اللي غان شاء الله نتغلبوا على هذا المشكل، غادي ناخذوا زيت البابونج معلقه كبيره، هذه ليك ولجميع الاخوات اللي عندهم هذا الحمرار وهذه الحكه هذه اللي كتجيهم في هذه الفتره هذه ديال الشتاء. اذا زيت البابونج معلقه كبيره، ومعلقه كبيره من زيت الريحان لوميخت. اذا زيت الريحان مهم لهاد المشاكل ديال الحساسيه. اذا معلقه كبيره ديال زيت الريحان ومعلقه كبيره ديال زيت البابونج، تخلطيهم بالليل قبل ما تنعسي، دهني واحد شويه ديال هاد الخليط هذا على البشره ديالك، ما تكثريش، بواحد المساج ديال 5 ديال الدقائق خفيف ما تبركيش عليه، وان شاء الله داومي عليه كل ليله، ان شاء الله غادي يعطيك نتيجه في 15 يوم 20 يوم الاولى غتولي كتبان النتيجه ان شاء الله. غيريح لها البشره. اكيد. تهلا في راسك شيماء، تحيه لكم بتطوان. طبعا الحمامه البيضاء اللي كتابعوا بها برامجنا وراديو اصوات على الموجه ديالنا. حنايا الان غادي ناخذوا نبيله معنا من فاس. اهلا بك نبيله. اهلا حبيبه، صباح النور. صباح الخير. انا لاباس عليك، كذلك تنشكرك على هذا البرنامج. مرحبا. كذا اختك. مرحبا بالناس فاز. خليكم على خير، تنشكر الدكتور تاع هو. الله يبارك فيك. مرحبا. الله يخليك. اختي الله يخليك، عندي واحد السؤال على السياتيك. اييه. انا عارف بوز اللوم. شكون وقتها هذا ياك بزاف الناس كيعانيو منها نبيله. حبيبه عرفتي مشيت للاطباء، مشيت نتبع واحد الطبيب عرفتي عطاني الشوك عطاني ديك الشيء، دابا عطاني عاود واحد الفانيد. ايوا دابا واخا هكاك مازال شويه لحق، دابا خاصني نمشي نقطعو عند شي حد، ما نقطعوش انا قلت نستشر مع الشريف زعما اذا عنده شي وصفه ولا شي حاجه تعدلي هاد. الله يجزيك بخير. غير هو هذا القطع يعني ديال هذا الحريق هذا واش عند اختصاصي ولا يعني في شي مساله تقليديه اللي كدار باش كيحيد هذا بوز اللوم؟ يدميا داك الشيء تيقولوا. فاختي هذه المساله هذه نحاولوا نتجنبوها شويه، عرفتي علاش؟ لان الجهاز العصبي وخاصه هذا المشكل ديال الاعصاب، وهذا الجهاز العصبي خصنا ناخذوا الحذر، لان اي حاجه دارت عشوائيا الجهاز العصبي سواء العصب سواء السنسور سواء الراس، فاي حاجه دار عشوائيه كيمكن تفقد لينا الحركيه. الانسان لا قدر الله يمشي. لا كنشكرك بالعكس، بالعكس انا من خلال السؤال ديالك، حيت بزاف ديال الاخوات كيسمعوا لينا وعندهم هذا المشكل هذا ديال بوز اللوم، وشحال من وحده بغات تمشي تكوي، وشحال من وحده كتفكر انها تمشي دير بعض الامور التقليديه، فهنا انا ما كنصحش بها. واخا المساعده غادي نعطيك واحد الوصفه، ولكن هذه غنحاولوا نهمدوا بها شويه الحرق. اذا هنا غادي تاخذي الزعتره، معلقه كبيره ديال الزعتره ياك، ثلاثة الوريقات ديال سيدنا موسى، وغادي تاخذي كافوره بلديه لو كونفر، لان الماده ديال لو كونفر اللي كتكون عندنا في الكافور البلدي مهمه للتسخين ديال هاد العضلات، وكتعاون انها كترجع لنا الحيويه ديال داك العصب. والزعتره كذلك اللي فيها ماده التيمون مهمه، فغادي ناخذ كما قلنا معلقه كبيره ديال الزعتره، ثلاثة الوريقات ديال سيدنا موسى، وكافوره نديروها في كاس صغير ديال زيت الزيتون، نحطوها في حمام مريم واحد 20 دقيقة حتى تذوب الكافورة، ونخلطوا هاد المكونات كاملين، نخليهم ليلة باش يطلقوا على خاطرهم، صفيهم، وهاديك الزويته تولي دهني بها من الوسط ديال الظهر ديالك حتى للرجل لتحت ياك، انتيا وكاع الأخوات اللي عندهم المشكل ديال بوز اللوم، غير ما تبركوش بزاف، غير دهنوا بحال هكا بشوية، وتخليوها كل ليلة، وإن شاء الله غادي تهمد عليكم الحريق، والله يجيب الشفاء إن شاء الله. ما يكون بس عندك نبيله. تحيه لكم فاس، كتابعوا راديو اصوات على الموجه ديالنا 99.9. غادي ناخذوا من مكناس حنان، ومعنا من تارودانت توريا. اهلا بك حنان. السلام عليكم. حنان. وعليكم السلام ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره؟ اللهم لك الحمد. دكتور عماد لاباس عليك؟ مرحبا. شنو سؤالك؟ الله يخليك، هسه كان ديال البنيه في عمرها 2 سنين وشاير عندها قليل، ما بغاش زعما كاع يقوالها ولا يطوالها، والزغبان دار رقيقه بزاف. هي الزغبه رقيقه عند البنيه، واخا التغذيه ديالها كي دايره؟
الماكله اللي عندي شويه مخاصره هي ما كتاكل لا لحم لا دجاج لا بحال دابا هي المريقه ولا لاصوص ديال المطيشه ولا لاصوص ديال الكسه صافي ما كتاخذ حتى شي حاجه من هادشي اخر الخضره الفواكه الديسير كنديروا لها مثلا اي عصير والخضره كنديرها لها على شكل صوبه وهي عصير حلوه نعم نعم فضروري انها تاخذ شويه ديال الحيمه يعني ولكن حتى داك المرق ديال الكفته مزيان لان حتى هو فيه 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 البروتينات ماشي مشكل غير هو بغيت نسولك واش معمر البنيته مرضات بفقر الدم لا عمر ما مرضات بفقر الدم الحمد لله درت لها التحليلات وداك الشيء كلشي عندها مزيان الحمد لله هي الماكله اللي عندها زعما ضعيفه الا ما كنتش نتزوج عليها ما كتاكلهاش فهمتك وما بين الوجبات كتاكل كتاكل غير في مع فاش تجي دابا شويه تجي من المدرسه عادي تاكل شويه وصافي خصاوتيني حتى تدخل في العشيه مع ديك 5 ساعات تجي باش تغي تاكل وفي الكوتي شنو كتعطيها؟ في الكوتي ما كتبغيش تدي ليا مع الكوتي في الليل في العشيه حتى تجي دير كاسكروت ولا شي حاجه يلاه تاكل مع شويه ديال الباكيت والفرماج ولا خبيز ديال الزرع وكويس ديال الحليب هادشي اللي كتاخد نعم البنيه دابا على حسب ما قلتي لنا كلشي تيخصك تطحنيه لها وعاد تعطيه لها تاكلو عاد تاكل ما كتبغيش لا الصغر ديالها كانت مزيان ولكن فاش ضربت ديك 4 سنين 50 بدات الماكله ديالها ما بقاش تبغي ليا بحال دابا عندك بطاطا وداك الشيء كله ما كتبغيش ما عاد الا لقات بطاطا في تاكلها ولا كان شي حاجه هكا بشهوته تاكلها ولكن الا كانت شي حاجه اخرى لا واخا انا غنتقاسم معك حنان غنعطيك واحد النصيحه اللي جربوها الكثير من الامهات وصدقات لان وليداتنا بعض المرات ما كيبغيوش يذوقوا لنا كل شيء ولا ما كيبغيوش ياكلوا لنا كل شيء البنيه ديالك دابا شحال في عمرها 4 سنين لا 8 سنين عندها دابا تبارك الله وعويتقه كبيره كبيره تبارك الله ما عندهاش مشكل السنينات لا ما عندهاش مشكل وشوف شوف زعما مزيان تبارك الله غير هي الماكله اللي عندي ناقصه البنيه الا كان ممكن كيفاش ديري معها شي ورشات ديال الطبخ يعني مثلا البنيته غتديها السبت والحد ولا شي نهار اللي ما كتقراش ديها معك مثلا للمارشي حمليها المسؤوليه خليها قول لها انت غتكلفي لي مثلا بخيزو وبالليمون وبكذا خليها تختار ياك منين تدخلي للدار دخلي معك بنيتك مره للكوزينه وقولي لها يلا انت اليوم غتصوبي لنا الشلاضه او انت مثلا غتقطعي الخضره اللي غنديروا لا سوب او راه هاد اللحظات اللي كنتقاسموا مع اطفالنا راه شنو كتخليهم ملي كيديروا يديهم في العجينه كيف كنقولوا كيبغيو يفتخروا قدام الاسره يحطوا داك الطبق ويقول لك انا اللي وجدناه وبالتالي هذه واحد الحاجه والحيله احسن من العار اللي كتشجعهم على انهم كتفتح الشهيه بلا ما ندخلوا معاهم في العنف بلا ما نبززوا عليهم وكيبداو كيتذوقوا مجموعه من الاغذيه اللي ما كيكونوش قادرين ياكلوها قبل فهمتي حنان النقطة الثانية اللي بغيت نوصيك عليها هو في المدرسة إلا لقيتي كيفاش تهضري مثلا مع الأستاذة ديالها أو مع بعض الأساتذة أو إلا عندكم جمعية ديال الأمهات والأباء التلاميذ ممكن تهضروا تشوفي واش كاين سيدات واحد آخرين اللي بحالهم بنياتهم وليداتهم ما كيبغيوش ياكلوا ممكن تشوفوا مع الأستاذة ولا الأستاذ ديالهم كاين مواد اللي ممكن نديروا فيها ورشات ديال مثلا اكتشاف التفاح والمنافع ديالو أو اكتشاف الخضر أو مثلا وجبة الفطور كيفاش خاصها تكون هادشي اليوم راه حتى المدارس كيشاركوا فيه باش نكونوا واحد الثقافة غذائية سليمة عند أطفالنا واخا وتهلا في راسك دكتور عماد كنعقل على واحد الحيلة ولا واحد النصيحة كنت عطيتيها أيضا للوليدات اللي ما كتكونش عندهم الشهية مفتوحة في الصباح يكون عندنا ديما الليمون أو المندارين في الدار ونعطيه لهذاك الطفل ينقي المندارين ولا يعطي ينقي البرتقال لان فيه واحد لاتر طبيعي اللي زيوت الطياره اذا ملي كنستنشقوه كيعطينا كيفتح لنا الشهيه وكيخلي الشهيه ديالنا مفتوحه وخاصه تبارك الله دابا البرتقال والمندارين فالحمد لله عطى واحد الغله زوين هذا العام هذا فنستافدوا منه وصفه اللي فتح الشهيه اللي غتنصح بها كذلك الامهات وصفه غادي نستعملوا مواد اللي طبيعيه اللي يمكن يستحملوها الاطفال والكبار حتى هما فغادي ناخذوا 3 ديال الوريقات ديال الحبق وورقه ديال سيدنا موسى اذن 3 ديال الوريقات ديال الحبق وورقه سيدنا موسى هذه الوصفه كنعطيوها لوليداتنا من 5 سنين حتى 13 عام إذن 3 ديال الوريقات ديال الحبق وورقة ديال سيدنا موسى كنديروها في كاس كبير ديال الماء مغلي حتى كيطلق وهاد المشروب كناخذوه نص ساعة يعني نص كاس ديالو صغير كناخذوه نص ساعة بعد الفطور ونص ساعة بعد العشاء كنداوموا عليه مدة ديال شهر بالنسبة للكبار كناخذوا 3 ديال الوريقات ديال الحبق وورقة سيدنا موسى ولكن كنديروهم في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق
وكاس هذا الكاس هذا هو اللي كنشربوه نص ساعه بعد الغداء وكنديروا نفس العمليه نص ساعه بعد العشاء كنداوموا عليها واحد المده ديال شهر. معنا سوريا متردنت ولكن الظاهر نقطع لها الخط كان عندها سؤال على البشره وصفه لتصفيه البشره سوريا متردنت. نعم فوصفه لتصفيه البشره او وصفه اللي ترجع لنا النضاره ديال البشره غادي نستعملوا فيها زيت الجوجوبا. إذن هاد الزيت هذا اللي متوفر واللي اللي توا ولا كيتستعمل بزاف إذن زيت الجوجوبا وزيت اللوز الحلو. إذن وصفه بسيطه معلقه كبيره معلقه كبيره كنديروا بها مساج كل ليله وكنداوموا عليها يعني كنباتوا بها وكنداوموا عليها دائما. نسرين البويوسفي كتشكر في الوصفه ديال الشامبوان اللي استعملته بالنعناع وبالعرار واللي كتقول انه عطاها نتيجه مرضيه حيت نقص لها الحكه من الفروه ديال الراس وكتسولك هي مازال عندها المشكل ديال القشره واش تواصل تكمل على هذا الاستعمال ديال الشامبوان؟ اكيد تكمل على الاستعمال ديالو وتزيد معاه وصفه ديال معلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه اللي غادي تطبخها في نص سيترو ديال الماء حتى تطبخ مزيان. هاد الماء هذا كنشقوا به الجلده ديال شعرنا وشعرنا كنخليوه ساعه وكنغسلوه كنديروها جوج المرات في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال 3 شهور فغتعطينا نتيجه ان شاء الله. وشنو ممكن نزيدوا في الشامبوان اللي كنستعملوا لتقويه الشعر عند الاطفال ولا عند البنيات كيف كانت كتسول حنان؟ نعم فالشامبوان كيمكن نزيدوا فيه اللي ما يمكنش ياثر لنا عليه هو 10 ديال النقيطات ديال اي زيت اساسي عندنا في الدار. اذا يا اما 10 النقيطات بالضبط اكيد فنمشيو ديال الزعتره مشيو ديال الزعتر مشيو ديال اليازير مشيو كذلك ديال البابونج ديال الحبق فهادو كلهم ديال البرتقال ديال زهرة البرتقال جميل جدا. مي ماشي كلهم في دقه واحده لا 10 ديال النقيطات فقط من اي زيت اساسي ونقولوا حنا زيت ورده البرتقال اذا هكا باش كلشي يستعملها 10 النقيطات ديال الزيت الاساسي ديال الفلور دورونجي يعني ورده البرتقال نخلطوها مع الشامبوان ونغسلوا بها الشعر ديالنا. مريم ريتاج كتسولنا على الابن ديالها عنده 6 سنين وكيتخلق ليهم في البيت حتى كيديروا له الاكسجين وكتسول على وصفه للمساعده كنعرفوا على انه دابا مع البرد بزاف ديال الاطفال اللي كيعانيوا من امراض الحساسيه ديال التنفس اللي ممكن يتولد عليها مرض الربو. نعم. او ضيق التنفس او الضيقه بالدارجه شنو نصيحتك؟ اكيد فاول حاجه بعدا نتفاداو فليو لان الكثير من الامهات كيعطيو فليو للوليدات ديالهم ملي كيجيهم هاد ضيق التنفس لان كاين داك البوم او داك الكريمه اللي هي في العلبه معروفه وقديمه. نعم. الاستعمالات اللي كتدهن على الظهير وعلى الصدر ديال الطفل كتساعدوا على الاستنشاق وعلى مواجهه نزله البرد واش في هذه الحاله ما خصناش نديروها لانه فيها فليو؟ لا هذه كيكون فيها ماده اخرى اللي هي الكونفخ اللي هي ماده اخرى لو كونفيغول هذه ليست بالمنتول المنتول هو اللي صعيب اللي كيكون عندنا في فليو كيكون عندنا في النعناع علاش وخاصه حتى في اليوم اللي كنطبخوه فدابا حتى الاستعمال ديال الماده على برا ولا اننا كنشربوها كيكون اختلاف ففليو كيعطينا واحد الغاز اللي كيكون ثقيل والعريقات اللي كيكونوا ديال وليداتنا انهم ملي كيتصابوا بهاد السعله هذه ديال يعني ديال الصدر كيكونوا العريقات صغار فهاد الغاز كيعمر هاد العريقات ويمكن يعطينا الاختناق لوليداتنا. الماده اللي مزيانه طبيعيه فعندنا مرد الدوش عندنا كذلك الباديان حتى هي مهمه لانيطول اللي عندنا في ماده الباديان حتى هو مهم فندير واحد الوصفه بسيطه نديروا نص معلقه صغيره ديال مرد الدوش يابسه وغنزيدوا عليها نجيمه ديال الباديان ونضيفوا لها كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق. وليداتنا من 50 حتى 13 عام كنعطيهم نص كاس ديال هذا الخليط هذا في الليل فقط كنداوموا عليه مده ديال 15 يوم والكبار كنعطيهم كاس صغير كيشربوه من هذا الخليط هذا وكيداوموا عليه حتى هما 15 يوم. بالنسبه للحراره ارتفاع درجه الحراره او السخانه عند الاطفال شنو هي طريقه اخذ القياس ديال السخانه وشنو خاص يدير الانسان اول حاجه يديرها ملي كتكون السخانه عند طفل صغير؟ اكيد فاول حاجه بعدا كاين ميزان الحراره راه الامهات كلهم دابا كيعرفوا كيفاش يقيسوا درجه الحراره ودابا راه ولاو انواع اخرى اللي متطوره يعني اللي كيدار في الاذن او كيدار في الجبهه او في الفم كذلك هذا من جهه. من جهه اخرى التبريد كيكون بالماء يعني كنديروا دي كومبريس ديال الماء ونبردوا بهم الوليد ديالنا ولكن درجه الحراره مفرطه ضروري ان الانسان يمشي عند الطبيب خاصه حنا كنهضروا على الوليدات اللي كيكونوا صغار. علاش؟ لان درجه الحراره ملي كترتفع كثيره ماشي كتكون غير دائما مرض لي عادي يعني بعض الحالات كتكون عندنا مينانجيت بعض الحالات كيكون عندنا ديزانفيكسيون اورينيغ يعني تعفنات بوليه لان حتى خاصه بالنسبه للبنيتات وما كيكونوش باينين فمن الاحسن ان الوليدات اللي قل من 6 سنين بعدا
مشيو عند البيدياتر مباشره. اما بالنسبه لي يعني اللي كانوا 6 سنين الفوق فكنستعملوا بعض الادويه اللي كيهبطوا لنا درجه الحراره، راه معروفين راه مرخصين يعني انهم يستعملوهم. الا استعملنا هذا الدواء اللي كيهبط لنا درجه الحراره 4 ديال السوايع ودرجه الحراره بقات كما هي، فهنا كنتوجهوا عند الطبيب. فهذا هو اللي كي لان درجه الحراره صعيبه على الدماغ وصعيبه كذلك على الكلاوي ديالنا. شكرا لك كثير دكتور عماد ميجاب، دكتور صيدلو المختص في العلاج والتذويب الاعشاب. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.